هنبدأ بين ان احنا نسمع مجرد موسيقى بتجمع طاقتنا كلها وبتساعدنا على ان احنا نبدأ ونركز. هقرا يعني كلمة، وهذه الكلمة مكتوبة أو بمعناها مكتوب في الغلاف الخلفي للكتاب اللي هو فيض زمزم. الحقيقة الكلمة دي يمكن تكون بتلخص اللي أنا هقوله النهاردة كله في عبارة بسيطة جدا. كلمة بتقول: ما زال اسماء الحياة في السماء والأرض يسقي الطالبين المفتقرين، وقد التقى الماء على أمر قد قدر من فيض زمزم. احنا هنشوف حاجات كتيرة يعني بتساعدنا ان احنا نحس بكل حاجة وبعدين نتكلم عنها. فالرسمة دي في حد ذاتها هي بتقول كتير قوي، وبتقول لكل واحد، هتقول لكل واحد حاجة، وفي نفس الوقت احنا هنضع بعض الصور اللي ايضا هتكلمنا اكتر وابلغ من اي كلام انا هقدر ان انا اقوله. ايه حكاية زمزم؟ ولماذا اخترت النهاردة ان انا اتكلم على تأملات في الرسالة الفطرية من فيض زمزم؟ زمزم زي ما احنا عارفين كلنا هي البئر اللي تفجرت عندما كانت السيدة هاجر تبحث عن الماء هي وسيدنا اسماعيل، ثم تفجر هذا الماء وأصبح بفضل هذا البئر المكان صالحا أن يأوي السيدة هاجر ووليدها. ونضب البئر واختفى، وإذا بعبد المطلب جد الرسول، وقبل ميلاد الرسول يجيء له رؤية تطلب منه أن يذهب ليجد زمزم. طبعا الرؤية كانت أيضا يعني لم تجئ مباشرة، وإنما جاءت على مراحل، فكان كل يوم يطلب منه إن هو يبحث عن حاجة معينة، إلى أن جاء في اليوم الثالث وقال له اذهب إلى زمزم. وجاءت الرؤية تعطي له بعض الإشارات، إشارات للمكان الذي يمكن أن يجد فيه هذا البئر. وتفجر البئر، وكان هذا البئر يعني قبل ميلاد الرسول، وكأن هذا الحدث في ذاته يقول لنا وللتاريخ معنى ما. كانت بئر زمزم وارتبطت
بسيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم، وجاءت لترتبط أيضا بتواجد الرسول وبميلاد الرسول، وكأن الرسول يعيد قصة سيدنا إبراهيم مرة أخرى ويبعث لرسالته ولنشر رسالته. أنا الحقيقة يعني أحب أن أنا قبل ما أتكلم النهاردة عن موضوعنا أحب أقول أن القضية اللي أنا بتكلم فيها النهاردة أو كل الصالون الحقيقة اختياره هو جاء من الكتاب اللي هو بيعتبر من فيض زمزم أحد أجزائه. الكتاب الذي قام عليه الكتاب اللي اسمه من فيض زمزم هو كتاب أصلا للسيد رافع تحت اسم من وحي يثرب، ومن وحي يثرب كتاب بيجمع يعني بيحكى في قصة إنها لقصة لرجل صوفي، وهذا الرجل الصوفي موجود في العراق وله دائرة من المريدين، وهؤلاء المريدين كل منهم يحمل خلفية ثقافية مختلفة، أحدهم يهودي وآخر مسيحي كان، وثالث جاي من الهند، ورابع جاي من اليونان، وخامس جاي من أوروبا. وكأن السيد رافع يريد أن يقول أن الإسلام دين جامع يجمع بين كل هذه الأديان، لأن كل المريدين الذين تجمعوا حول هذا الرجل أو حول هذا الشيخ كلهم أصبحوا يتحدثون بلغة الإسلام، وإن كانوا أدركوا أن رسالتهم السابقة لم تكن بعيدة عن الإسلام. ده الكتاب بشكل عام اللي هو أنا استوحيت منه هذا الصالون، لأن الكتاب يعني بيحمل شخصيات مختلفة، فأنا أخذت كل شخصية من هذه الشخصيات وعملت عليها كتاب. فالشخصية اللي أنا بعمل عليها كتاب النهاردة وحطيته من تحت من فيض زمزم هو حتى العنوان نفسه استعارة من الفصل الذي تحدث فيه السيد رافع عن الرجل الذي جاء من قريش أو جاء من مكة. طبعا إحنا لما بنتحدث عن الإسلام دين الفطرة فكثير من الأحيان بنتساءل ما هي الفطرة؟ ما هي الفطرة؟ ولعلكم تذكرون أنني في بداية هذه السلسلة تحدثت حديثا خاصا عن الاختلاط المفاهيم عن الفطرة، لأن كثيرين من الناس يعتبرون أو ينظرون وكأن الفطرة شيء ما، إنما الفطرة هي سر، هي سر وضع في الإنسان ليعرف ربه. ولهذا كانت الفطرة بالنسبة لكل إنسان اكتشاف خاص به، هو يكتشف شيئا، هذا الشيء موجود في أعماق وجوده ولا يستطيع أحد إطلاقا أن يعلمه إياه لأنه جزء من تجربته الخاصة. ولهذا الكتاب نفسه بيتحدث مع كل شخص ولكل شخص أنه يتحدث عن تجربته الخاصة، ولكننا بنخرج من هذه التجربة برؤية نتذاكر فيها بعضنا مع بعض استدعاء في داخلنا للفطرة.